وهذاك عبود هذاك، راه كنا نقول لكم عبود ما عبود، هشام عبود، هشام عبود اللي يستفز المغاربة ودير الخريطة مقسومة ويحيد منها الأقاليم الجنوبية المغربية على الأطلنطيك تيك تيك. هشام عبود اللي كلا من طعام المغرب، راه قلت لكم أنا راه خدارين تاليكم. دابا أي واحد دابا كيجمعوا لي زابوني من المغاربة وكيتعاطفوا معاهم المغاربة، علاش كيمشيو مع ما يحبه المغاربة، وكي كيجمعوا مزيان مزيان الأنصار من المغاربة والمتابعين the followers from Morocco، ديك الساعة كيبغيو يدوزوا الميساج ديالهم اللي هو التحريض على الانتفاضة ضد النظام. وهذا كيدوى يوسف لاين، يوسف لاين واحد قال لي هذاك يوسف لاين راه مريض وخصو يبعد على اليوتيوب. علاش ماله؟ بحيث كريتيكا أسعد الشرعي، دابا رديتو أسعد الشرعي مقدس ولا كيفاش؟ راه بشارة صاحبي، راه نتوما اللي درتو ليه القبة، شكون دار ليه الزاوية من غير المغاربة؟ نتوما اللي درتو ليه القبة، المتابعين وراه كيعرف ببلادنا، باش يعرف بلادك؟ راه المغاربة اللي كيتفرجوا فيه، غير المغاربة والجزائريين كاع ديزابونا وكيولا يسبهم. هو قال لك كيسلخ التبونيين، وحنا رحنا سالخين هم من 75 وحنا شادين الصحراء ديالنا، من 75 السياحة ديالنا خدامة تخدم بيه، شكون يتسلط ليه؟ يتسلط ليه مسيو جون مسيو ديكارت، يتسلط ليه هو باش يجي يدير السياحة عندنا. قال لك راه كيعاوننا في السياحة، الدل كطيحو كتردو بنادم تعطيو ليه هذا الشيء. علاش دابا هاد العقلية هادي اللي ما فولوف يوتيوبر الله يسهل عليه كيقلب على الباكية، الله يسهل عليه غير باش تردوه زعيم وتقدسوه وما تخليو حتى واحد يدير ليه ملاحظة. هذا راه خطر عليكم نتوما، خطر عليكم بزاف، راه يجمع القنبلة النووية غيفجرها ليكم على وجوهكم، خطر عليكم. غدا غادي يمشي يدور دوك الأنصار اللي جمعهم غيقول لهم المالي، وديجا مرة كيدوز ميساج. على ما كيدوزش ميساج، ما كيدوزش ميساج تطبيع والمالك والعلاقة، مرة كيدوز، غير المغرب ما كيدير ليه والو، ما كيدير معاه، لأنه أترافير أسعد الشرعي العالم كيعرف أن المغرب دولة ديمقراطية وبنادم حر يهضر فاش ما بغا ويقول واش ما بغا، وحتى واحد ما يعارضه، إما باش ما المغاربة اللي انتقدوك الظروف فيه، وماشي معقولة صاحبي، ماشي معقولة. المغربي سهل تسبوه وتعايروه وداك الشيء، إلا غلط غير غلطة صغيرة ما تسامحوهش، ما تزقلوهش. وواحد اللي كيدو يدير لي لايف في تيك توك وكيخلي الهضرة للجزائريين، كيسبوا المغرب، كيسبوا الملك، وكيدعتو بجميع النعوت القبيحة، نورمالمون في البلاصة خصو يحيدو، ينزلو سير بلاص. ولكن هو راه عارف اش كيدواز، وعارف باغي يشد، باغي مونوبوليزي لانفورماسيون، وباغي مونوبوليزي الدعاية باش يولي يدوز داكشي اللي يبغى. وانا ما عندي، شوف انا ما عندي على بالي لا بي ولا بغيرو ولا حتى واحد، فهمتي؟ انا كنبغي اللي كيخدم ليا هاد الارض اللي راه شطبه نقيه، اليد العامله المغربيه، الرجاله ديال المغرب، نبغي المغاربه اللي كيدخلوا الفلوس واللي عايشين بخير، المغاربه اللي كيعرفوا يعيشوا ويستغلوا بلادهم، لان بلادهم فيها خيرات بغيناهم هما يستغلوها، ماشي السياحه. السياحه كتبقى عندنا حاجه ثانويه، ولكن مع ما تدوي أسعد الشرعي انت ما كتعايروا فيه، راه هزنا القضيه ديالنا. انا تقعد مع راسك اش القضيه هزك ولا ما قضيه هزك؟ يوتيوبر مدار مع الجزائريين راه التبونيين شويه، ما عرفتي كاع شنو غا فكروا شويه، فكروا شويه، حتى للتقديس اتس مور ذان اي كان بير، جو با سيبورتي سا. انا نحتاج واحد مالو، راه عندنا هنايا وانت صاحبي شو تفرج غير في ميسيون امبوسيبل، شنو تفرج توم كروز شنو كيقول على المغرب؟ ها لي نوفو شوف لي فيتون اللي كيتبريباراو دابا في ورزازات هوليوود ديال الدول العربيه وديال افريقيا ورزازات، ضربت الله تماك شنو كيقولوا على المغرب. شوف لي فيديو، خليني مع هذيك مولات الموتور اللي جات ضمعات هولنديه مع 80 كدور وتهلاو فيها المغاربه
وما خلاو ما داروا معها في الاخر قطعت الخريطه ديال المغرب. حتى راه كاين بلاد راه هذوك راه موظفاهم الجزائر، موظفاهم الجزائر. راه كاين كما قالت موكا كاين لي بليزون فرانكوم اون اللي جات تحلو رجلي يحلو تحل رجليها في اي اللي عطاها اكثر الفلوس. فهمت بنادم شويه ها انا هضروا ما ولا ممنوع تهضر وليتي تخليه يهضر على الملك وانت ما خصكش كريتيكيه ولا عنده منصب ديالو اكثر من الملك. اسعد الشرعي لا تهان شخصيته، غايديروا ارتيكل كونستيتيسيونيل فصل دستوري لا له الشيطان. انا عندكم الحق تكريتيكيوني، اي يوتيوبر مغربي عندكم الحق تكريتيكيوه ونتقبلوا لي كريتيك، علاش لا؟ لكن الكريتيك غادي يقادني يقادني. قال لك ني لي بليز انيورون كو سولوي كي بريتون كي نابلي ريان ابخوند، اكبر جاهل هو اللي كيقول لك انا راني كنعرف كل شيء وما ما عندي ما نزيد نتعلم. لا اسيدي بان لك شي ملاحظه عطيهاني الله يجازيك بخير، انا جاكسبت لي كريتيك جاكسبت. شنو هو كيديروا لي ملاحظه المغاربه ينوضوا ينقزوا شي مغاربه عاد 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 اخلي هذاك خليه عليك هذاك راه واعر راه كذا راه دار. اش دار؟ اش دار؟ راه الجنود القوات المسلحه الملكيه والمؤسسات الامنيه راه هما اللي واقفين لك باش كتنعس هاني. سمعت تقول لي او لا تقول لي يوسف لاين راه مريض عيب مغربي غاير على بلادو الطريقه ديالو كيهضر بها نورمال نورمال طريقته باش يدافع على بلادو ويضرب اي واحد مسيه بلادو. راه مراسلات جاتني كثيره انا يدي كثيره ولكن ما بغيتش ندوزها. يقول لك هذا راه كيتحامل على اسعد وعلى هو كيكون ناتر بعض المرات كيزلق ديك الزلقه مقصوده مقصوده باش ياتيري واحد لافور اخرى. واللي يقول لك لا راه كل شيء كيخدم لهذا الوطن. هذاك اللي كيفيق مع الصباح وكيسد الكاميو كيبات السوق بالليل كامل وكيوصل الخضره للمارشي دوكرو باش الصباح كي تفيق انت تلقى كاع الخضر في المارشي كلها الليل كامل والمارشي دوكرو خدام ومع 6 ولا 4 ديال الصباح تبدا توزيع لا ديستريبيسيون ديال فروي اليغيم اترافير لي ماغازان والاسواق في المغرب. وكتفيق الصباح كتحك عينيك تشرب قهوه كتخرج للمارشي للسوق كتبقى كلشي فريشكا كلشي فري تلقى مطيشه تلقى البطاطا تلقى اللفت تلقى خزو جميع الخضر. ايوا انت عطي راسك واحد السؤال باللغه العربيه ولا بالدارجه كيف وصلت ومتى وصلت كل هذا الخضر والفواكه الى هذا السوق الغابر؟ راه ناس خدامين لي ترونسبورتور لي كاميونور اللي ما كينعسوش لي غروسيست ديال الخضر والفواكه اللي ما كينعسوش لي ديتايون. هادي غير عطيتك غير فكره على سوق الجمله، عاد نعطيك فكره على البور مولي الحوت اللي ما كينعسوش باش انت تجي تاخذ الحوت فري من السردين من جميع انواع الاسماك على حساب المقدوره ديالك. هناك مغاربه رجال اللي كيخدموا هاد البلاد بدون استعراض او بدون عروض دون استعراض اي عضلات واي ساكتين ساقلين كما نقولوا في المغرب الدق والسكات باش حنايا دوله قويه باش راه الشعب ديالها والمالك ديالها. شكون اللي راه دابا شكون اللي دابا راه مقاد لك البلاد؟ اليد العامله الناشطه اللي كتبغي البلاد وكتخدم، لان هاد البلاد ما تقبلش الفنيانين الفنيانين ما تقبلهمش. واخا البلاد دارت الخير بزاف فرقت 6 مليون ديال السكن ورغم التلاعبات سير حي الرحمه دابا حي الرحمه حي الرحمه سير ليه راه الماغازان ديال الكاريه اللي عطاو صحاب الكاريه صحاب البيدونفيل الماغازان تعطيه 200 مليون ما يبيعهولكش 200 مليون بعد ما كان ساكن في البراكه صباح مليونير صباح مليونير ساكن الفوق ديالو والماغازان 200 مليون وما يبيعهولكش. هاد الشيء ما كيقولوش هادوك اصحاب الياس كيقولوش. ها هو السي بن مسعود بن طالب قال لك انا شريت كيلو واحد ديال السردين اليوم الاحد 19 مارس 9 اورو يلا شرب 9 اورو كيلو سردين. حنا كيدير عندنا 1 اورو 1 اورو
دار البيضاء. اما المدن الصغيره العالم الله راه قل من هذا الشيء. انت كتشوف البلاد كلها طوموبيلات، كلها الروينه، ما بين لا كاع ما كيبان لك ان المازوت غالي في المغرب، السيركيلاسيون غاديه، طوموبيلات نقيين، لا فالور. غادي تعاود يبقى يحكي لك الياس والبؤس. كما تكذبوا على عباد الله، كاين الفقر في العالم كامل، البؤس كاين في العالم كامل، الازياف كاين في العالم كامل. لي شومور الفناين كما نقولوا، ماشي الفناير، الفناين لي فينيون كاينين في العالم كامل، الشفاره كاينين في العالم كامل، الرشاويه كاينين في العالم كامل، الملحدين والمتطرفين بحال بحال كاينين في العالم كامل. شنو بغيتي ندير لك؟ يا با دو بيي ولا دو دوناسيون بارفي على 100%، ما كايناش، ما كايناش شي وطن ولا شي بلد ولا شي امه مكموله بارفي 100%. يا با دو بارفي، يا توجور دي ستي تروك، مي يل فو با اغرافي. ما تنشروش الهول والتهويل كما نقولوا، ها فو با مونتير جون، تخلعوهم. المغرب بلاد الحريه، وعيش كيما بغيتي. راه ما كايناش، كاين غير المغرب. شوف اللي كيشوف هادشي في المغرب ويحسب راسو هادشي راه كاين بارتو، ونفيق ونجبد ليه ودنيه نقول هادشي كتشوفو في المغرب راه ما كاينش في افريقيا. ما تحلمش، يونا با اون افريك، يونا با، نتحداك ما كاينش. وحتى في الدول العربيه ما كاينش، ونقدر نقول لك بعض الدول الاوروبيه كذلك ما كاينش هاد النيفو دو في ديال لي ماروكان وهاد اللايف ستايل، هاد لو ستيل دو في ديال المغاربه راه ما كاينش بارتو، كاين غير في المغرب. ها بغيتي ولا كرهتي راه كاين غير في المغرب.